دشن ناشطون عراقيون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما جديدا حمل اسم وينهم للمطالبة بمعرفة مصير آلاف المفقودين والمغيبين قسرا في العراق خاصة في المدن التي استعيدت من سيطرة تنظيم داعش وما قبل هذه المرحلة حيث تقدر المنظمات الحقوقية العراقية والدولية أعداد المفقودين والمغيبين في العراق ما بين 12 ألف إلى 15 ألف شخص خاصة من أهالي الأنبار وصلاح الدين ومحافظات أخرى تعد قضية المفقودين والمغيبين قسرا في العراق من بين أبرز الملفات الإنسانية التي خلفتها الحرب بين القوات الحكومية وتنظيم داعش وما رافقها من موجات نزوح وتهجير قسري إذ ما زال مصير هؤلاء المفقودين مجهولا حتى هذه اللحظة ومن أبرز المدن التي تعرض أبناؤها للإخفاء القسري هي الدور والتكريت وبيجي والإسحاق وبلد في محافظة صلاح الدين أما في محافظة الانبار فما يزال مصير أكثر من ثمانية آلاف من سكانها المدنيين مجهولا حتى هذه اللحظة خاصة من منطقة الصقلاوية الشمالية الفلوجة كما كان لمدينة الموصل الحصة الأكبر من هؤلاء المغيبين والمفقودين إذ بلغت هذه الحصة أكثر من احد عشر ألف مفقود من سكان الموصل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق كشفت بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين أن 40 ألف عراقي ما زال مفقوداً وكلهم من المدنيين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت في وقت سابق أن ما بين 250 ألفا إلى مليون عراقي مغيبون ومخطوفون ومعتقلون في سجون سرية وعلنية. كما ان مفوضيه حقوق الانسان غير الحكوميه اتهمت الحكومات المتعاقبه في العراق بعدم التعاون مع المؤسسات الحقوقيه المحليه في ملف المغيبين والمختطفين. ما يعني بقاء هذا الملف الانساني مفتوحا ولا نهايه قريبه لاغلاقه، بل هو قابل لمزيد من التضخم في ضوء ما تعرض له المتظاهرون السلميون مؤخرا من خطف وتغيب قسري للناشطين والمتظاهرين. ومضي اكثر من سته شهور على اخفائهم وتغييبهم قسريا برغم كل التعهدات الحكوميه بالكشف عن مصيرهم وملاحقه من اخفاهم